بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أينما كنتم كما رأيتم عنوان الفيديو: متى تتحقق رؤيتي؟ وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وأوصانا به وتركه لنا رحمة من بعده. لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وما أحوجنا إلى هذه المبشرات وخاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه. فما من مؤمن يعني قط على هذه المعمورة لا يتمنى أن يرى شيئا مبشرا. وتعلمون أن الرؤية الصادقة هي جزء لا يتجزأ من 46 جزء من النبوة، يعني الرؤية الصادقة إن شاء الله تأتي للعبد الصالح، لكن الإنسان خلق عجولا ويريد بسرعة بسرعة بسرعة. هذه شروط لا يمكن أن نشرطها على الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا علامات. لو فيكم ناس كانت تتابع بثوث المباشرة وكنتم ترون أنني أركز مع بعض الناس، هو لوجه الله، هو كنت أعمله لوجه الله وإرضاء لله سبحانه وتعالى، ليس إرضاء للبشر أو لأجلب متابعات. فالأرقام مهمة جدا في تحليل الرؤية. لمن لا يعرف، الأرقام لها دلالات على قرب تحقق الرؤية. فمثلا يكون ذلك الرقم الذي رأيته أنت في منامك، أو إذا جمعنا يعني بعض التفاصيل 4 6 8 10 وطابقناها لتاريخ ميلادك، أو تاريخ أنت تنتظر فيه شيء، أو تاريخ تكون قد قدمت فيه شيء، أو تاريخ زواجك، أو تاريخ مثلا يرتبط بالمرأة عن دورتها الشهرية وهي تنتظر عفوا حملا. فهذه من العلامات التي يمكن أن نحدد من خلالها زمن وقوع الرؤية المبشرة بإذن الله السميع العليم. اعلم أخي الكريم أن النقطة الثانية مهمة جدا، أن الرؤية الصادقة ليس بالضرورة أن تأتي في الليل قبل صلاة الفجر. العبد المؤمن المصلي المطيع لربه قد يرى في أي وقت، قد يرى الرؤية في أي وقت. ليش؟ إليكم دليل، يعني ومن آياته منامكم بالليل والنهار، هذا أتى في سورة الروم في الآية 23. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، يعني تأخذ لك غفلة قيلولة فترى شيئا، فاعلم أنها رؤيا صادقة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال في سورة يونس في الآية 64: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وإذا كان ربي سبحانه وتعالى يريد لك فوزا عظيما فسيعجل لك بإذن الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني هذه أمور لنركز بها ونثبت بها الكلام الذي أقوله أنا الآن. إذن كيف يمكنني أن أحدد لك أن رؤياك ستتحقق قريبا إن شاء الله؟ أول شيء تقارب المكان والزمان، مهم جدا جدا في حالة الرأي والتواريخ، فهي دليل على وقوع هذه الأحداث. نبدأ بما قبل الزمان والمكان. 3 و4 رؤى، إذا رأيتهم أعلم أن شيء إن شاء الله قادم لك في العاجل ولن يتأخر، لكن أنت فقط اذكر نعمة ربك وتذكر دائما أن الخير وأن الحلال يأتي بالقليل إلى أن يصبح كثيرا. ولا يوجد شيء يأتي للعبد المؤمن يبشره بالخير إلا قبل أن يبتلى، تأكد من هذا. شوف أنت كم من نبي ابتلاه الله، كم من رسول ابتلاه الله وبعدها فرج عنه ويعني جعله من الصالحين وجعله في مقامات عالية جدا. لو لاحظتم يوسف عليه السلام، لو لاحظتم إبراهيم وتله للجبين، يعني ولما هم بذبح ابنه ناداه ربه لقد صدقت الرؤيا، يعني وفده الله كما تعلمون. لو ترون في سورة الأنفال مثلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أرانا يعني ربي كثيرا لتنازعنا في الأمر، ويعني تكون حروبا لا قدر الله، لكن الله يرينا قليلا ليبشرنا. نعود الآن إلى تقارب المكان والزمان. المكان كأنك ترى بيتك نفسه في المنام الذي تعيش فيه تحسن، هو في الواقع جميل لكن تحسن، أو بنيت طاقا فوقه، أو يعني بنيت طابقا ثاني، أو أن مطبخك أو مطبخك أختي تحسن وأصبح شكله جميل وعملت له طلاء ودهانات جميلة وأضفت إضافات، فهذه رؤية إن شاء الله عاجلة بإذن الله.
لك سيارة في الواقع، أنت لك سيارة في الواقع، وترى نفسك تقود سيارة أجمل منها، أو هذه السيارة أصبحت جديدة. فاعلم أنه تغيير. القيادة بصفة عامة تقود بشكل جميل، لكن أين نقطة السر في هذا؟ أنك تقود في شوارع أو أماكن أنت تعرفها، ليست مجهولة، يعني تقود في مدينتك، وتلك المدينة أصلحت شوارعها وأصبحت جميلة وفيها أنوار، فاعلم أن الرؤية عاجلة. هنا تقارب المكان والزمان، هنا تقارب المكان والزمان. تريد البنت أن تتزوج من ولد أو شخص تحبه، أو هو يريد واحدة يريدها، يعني يعني بعدها لا يعيش، فيرى نفسه أنه في حالة جماع معها، لكن المكان الذي هو فيه يعرفه في نزل، أو يرى في صالة أفراح هو وإياها، أو يرى نفسه في بيتهم وزاد البيت، يعني في تغييرات على البيت لكن هو نفسه، فاعلم أنها رؤية عاجلة بإذن الله سميع العليم. أكل الفواكه يعني كلها تدل على الأرزاق والصحة، فالفواكه كما تعلمون كلها تحتوي على فيتامينات مقوية للجسم وتعطي مناعة للجسم، لكن متى تكون الرؤية عاجلة؟ كأكل العنب مثلا، ترى نفسك تأكله في فصله، وقت إدراكه في بلدكم، وقت إدراك تلك الثمرة في بلدكم، يعني أمر طيب جدا هنا، يعني الأشياء في وقتها تدل على استعجال الأمر، أو أن الله سبحانه وتعالى قد يعجل لك في هذا الأمر يعني بسرعة كبيرة إن شاء الله، يعني لا يتأخر في غضون سنة. عندما أقول لك سنة، في بعض الناس يقولون كثيرا، والله هذه الأمور تعود لله سبحانه وتعالى. أنت تعلم أن اليوم عند الله بألف سنة مما نعد نحن، يعني فالله لا يراه شيئا، يعني هو يعلم أحوالنا ويعلم أننا ضعفاء، لكن هو عندنا لا شيء، كأننا لم نلبث فيها، يعني يوم نرى الآخرة ونرى ربنا إن شاء الله، إن شاء الله أكون وإياكم، لم نلبث في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحاها. يعني هذه الرؤى التي تكون عاجلة، ومن شروطها أيضا الطهارة، إنسان مصلي، إنسان دعا ربه. من أحسن وأحسن رؤى، أو الرؤى التي تدل على الفرج، سواء في المرض، سواء في السحر، سواء في الزواج، سواء في التعطيل، سواء في العمل، في السفر، أنك تدعي، أنك تدعي في مكان تعرفه، أو تصلي صلاة مغرب في مكان أنت تعرفه، أو في مسجد في حيك في مدينتك، وتصلي وتدعي ربك، يعني ما شاء الله فهذه عاجلة. من أفضل الثلاثة دعوات التي تعرفونهم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، دعوة النون يعني فاستجاب له الله، فاستجبنا له، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجابة إن شاء الله عاجلة لا آجلة، ربي لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين، هذه ثلاث دعوات كلهم مستجاب لهم الله. ترى نفسك تدعي بهذا الدعاء فاعلم أنه عاجل، ترى نفسك تدعي بغير هذه الدعاء أعرف أنه استجيب، لكن إن شاء الله سيتحقق، ليس عاجل عاجل، لكن سيأتيك إن شاء الله في الأيام القادمة، شهرين ثلاثة سنة لا يتأخر عنك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. هذا هو أخوان الكرام ما حاولت أن أحوصله لكم حتى أبين متى تتحقق لك الرؤية. لأن بعض الناس ترى أشياء ويقول لك نسيت، أو أتذكر أشياء ونسيت أشياء، أعلم أن الشيطان داخل فيها، فالشيطان لم يترك بيتا إلا ودخله، لم يترك يعني إنسان إلا ووسوس له، فيعني نحاول أن نتجنب ونأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح بإذن الله السميع العليم. أتمنى لكم رؤى مبشرة إن شاء الله وتتحقق على أرض الواقع، وأزيدكم وأؤكد عليكم في هذه النقطة أن الرؤية الصادقة ترتبط بالمكان والزمان وبحالتك أنت مع ربك، والله ولي التوفيق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.